بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وفيديو جديد. وما زلنا في تسجيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، والنهاردة عايزين نوضح اللبس أو الخلاصة في هذا الموضوع. طبعا اللبس ده أو الموضوع اللي حصل، الجدال اللي دار ده، بسبب إن إحنا أصبح دلوقتي عندنا إلزام على كل الممولين اللي هو المسجلين والمكلفين ان هم يسجلوا في الفاتوره الالكترونيه قبل يوم 15/12. طيب، فصار جدل فيما يخص المهنيين بالذات والممولين الافراد، وخصوصا الممولين الافراد اللي بيتعاملوا مع مستهلك نهائي. طيب، خلونا ناخد الموضوع واحده واحده كده خلاص، ويعني هنوضح في الاخر برضو حاجه مهمه ناخدها في حسابنا. طيب، لو انا بتكلم على الممولين الافراد في الاول، لان احنا يمكن كنا عملنا فيديو للمهنيين، وهنعلق برضو تعليق يخص المهنيين في الجزء الثاني من الفيديو. حضرتك النهارده ممول فرد. طيب، الممول الفرد ده لو حضرتك بتتعامل مع شركات، جهات مسجله، وخلي بال حضرتك عشان برضو في لخبطه في الحته دي مهمه قوي. انا ممول فرد بتعامل مع اي شخص مسجل له رقم تسجيل ضريبي، سواء الشخص ده او المؤسسه دي او المنشاه دي، تطلع بقى شركه مساهمه، تطلع شركه تضامن، تطلع فرد، يطلع اي حاجه، ادام لي رقم تسجيل ضريبي، حضرتك ملزم بالفاتوره الالكترونيه. ملزم بالفاتوره الالكترونيه. وساعتها حضرتك محتاج ختم. كويس كلام؟ محتاج ختم الكتروني. تمام، يبقى اتفقنا خلاص. اي ادام بتعامل مع اشخاص او مؤسسات لها رقم تسجيل ضريبي، اذا هي في حاجه الى الانضمام لمنظومه الفاتوره الالكترونيه، مفيش مشكله. طيب، هنضم لمنظومه الفاتوره الالكترونيه ازاي؟ هنقول حالا، وعملنا فيديوهات قبل كده للموضوع ده. طيب، لو انا ممول فرد، وهنا ظهر على يعني على السطح كده زي ما بيقولوا ايه، الثروه العقاريه مثلا. اسئله كتير جدا جات للثروه العقاريه. خلاص، انا راجل باجر شقه، بس باجرها لمين؟ وبرضو خلي بال حضراتكم النقطه دي مهمه قوي. لو باجرها لافراد عاديه، خلاص ماشي، يبقى هنا انا ايصال الكتروني. لو باجرها لجهات لها رقم تسجيل ضريبي، يبقى انا فاتوره الكترونيه. طيب، فاتوره الكترونيه، يبقى برضو محتاج ختم. اوكي، محتاج ختم. طيب، لو انا بتعامل، واخد بال حضرتك، كله خلي بال حضرتك بتتعامل مع ناس ليها رقم تسجيل او لا، كله هيسجل على الفاتوره الالكترونيه. كله هيسجل، بس خلي بال حضرتك بقى من اللقطه اللي جايه دي. انت حضرتك لو بتتعامل مع مؤسسات او جهات او افراد ليهم رقم تسجيل، يبقى خلاص هسجل وابتدي اطلع فواتير الكترونيه. خلص الموضوع. طب لو انا، واخد بال حضرتك، بتعامل مع افراد عاديه ملهاش رقم تسجيل، طيب يبقى هاجي بقى للنقطه المهمه هنا اهي. خلاص، ان انا ايه، هروح اسجل لان ده الزام، وهروح اعمل حاجه اسمها طلب ارجاء. طلب ارجاء، وهنسيب طبعا كل البيانات والطلبات والحاجات دي، هنحط لها لينك تحت تقدر تحملها. خلاص، طلب ارجاء شكله عامل ازاي؟ طلب الارجاء ده شكله عامل كده، طلب ارجاء فاتوره الكترونيه. اوكي، ده امتى؟ لازم اسجل الاول، لازم اسجل الاول، واخد بال حضرتك، وبعد ما اعمل تسجيل اروح اعمل طلب ارجاء فاتوره الكترونيه. ده بنسلمه في الماموريه. خدت بال حضرتك ازاي؟ نحيط علم سيادتهم ان الشركه قامت بالتسجيل على منظومه الفاتوره الالكترونيه طبقا لقرار الالزام للكل، ونقر بان الشركه تقوم باصدار ايصالات من الشركه العملاء ويرجع لطبيعه النشاط وهو كذا، ولذا نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقه على ارجاء اصدار الفاتوره لحين تطبيق منظومه الايصال الالكتروني. طبعا حضرتك رايح بنفسك، مفيش مشكله، حد رايح عنك، يبقى لازم صحه توقيع بنكي. تمام، يبقى خلاص اتفقنا دلوقتي مين اللي هو هيقدم طلب الارجاء. كله هيسجل فاتوره الكترونيه، لكن حضرتك بتتعامل مع اشخاص او افراد ما لهمش رقم تسجيل، يبقى هتروح تعمل طلب ارجاء فاتوره الكترونيه قولا واحدا. طيب، نرجع بقى تاني. طب انا بتعامل مع ناس، واخد بال حضرتك، كلهم عندهم رقم تسجيل، يبقى فاتوره الكترونيه هروح اسجل والموضوع انتهى. طب بتعامل مع الاثنين، يبقى حضرتك هتسجل فاتوره الكترونيه وبعدين نفعل الايصال، زي ما احنا برضو في فيديو عملناه ازاي نفعل الايصال. وحته اصدار الايصال دي لسه فيها شويه كلام كده. احنا سالنا طبعا في 6 شركات تم اعتمادهم من مصلحه الضرايب،
خلاص، واتصلنا بيهم وادونا وخدنا اسعار للبوينتس اللي هم بيبيعوها او البوينت اوف سيل اللي بيبيعوها، وواحده من الشركات قالت لنا ان بيبتدي من حوالي 39,000 جنيه، انا اسف، من 25,000 جنيه لغايه 39,000 جنيه. طب هل معقول الناس اللي هي ممكن يكون حجم اصلا ايرادها كله في السنه هو ده تشتري بوينت اوف سيل بالشكل ده؟ طبعا دي تفاصيل برضو هنجيلها اول ما نوصل، بس الايه يعني لغايه دلوقتي برضو الدنيا فيها كلام كتير جدا، وحتى الان طبعا الناس اللي عليها ايصال الكتروني وهي افراد مثلا بتاجر لناس او حاجه زي كده مش معقول يروح يشتري بوينت اوف سيل بهذا السعر. طيب الايصال الالكتروني يا جماعه لا يحتاج الى ختم، فانت لو حضرتك دلوقتي بقى وركز بقى، دي النقطه الثانيه اللي مهمه جدا برضو. بعض الناس لما قلنا نروح نطلع الختم واخد بال حضرتك ونعمل تسجيل ذاتي، ناس قالت لي طب ما نطلع توقيع. انا ما عنديش مشكله يا جماعه، انا مش يعني لا مع تطليع التوقيع ولا مع ولا ضد مثلا تطليع الختم او العكس. خلاص؟ لا، حضرتك عشان تعمل كده عاوز تعمل تسجيل ذاتي يبقى لازم ختم. بعض الناس قالت هنطلع سنه نعمل تسجيل ذاتي وخلاص براحتك ما فيش مشكله. وبعض الناس المأموريات قالت لا تعالوا قدموا طلبات ما تطلعش ختم ولا حاجه، لو انت ايصال الكتروني لان الايصال لا يحتاج لختم ولا التوقيع، تعال قدم طلب في المأموريه. الطلب واخد بال حضرتك اللي هو دوت طلب تسجيل في منظومه الفاتوره الالكترونيه، حضرتك بتروح تسلمه في المأموريه، بيتبعت لك ايميل ومن خلال هذا الميل حضرتك بتسجل بدون الحاجه الى ختم او توقيع. طب امال امتى احتاج الختم او التوقيع؟ لو حضرتك هتصدر فواتير الكترونيه لاشخاص او مؤسسات او جهات او افراد ليها رقم تسجيل ضريبي، هنا لازم يبقى معايا ختم او توقيع. كويس؟ بعض الناس انا عن نفسي ما جربتش التوقيع الالكتروني في موضوع الفاتوره الالكترونيه دي، كان كله يمكن اختام، وكان عندي شركه حصل فيها مشكله كده لما جينا نوقع بالتوقيع، بتتعامل طبعا مع جهات ليها ارقام تسجيل وكده، حصل فيها مشكله اضطرينا رحنا طلعنا ختم. فانا الحته دي برضو بالنسبه لي لسه جراي، ما هياش واضحه قوي واخد بال حضرتك، ولكن الناس اللي مش عايزه تطلع واخد بال حضرتك ختم دلوقتي عشان تخش المنظومه الالكترونيه، خصوصا ان هو هيقدم طلب ارجاء فهيروح المأمورية يقدم الطلب دوت واخد بال حضرتك ازاي، والطلب دوت بتروح حضرتك تقدمه هناك كده وبيجي لك على الايميل بتاعك لينك، واحنا كنا عملنا فيديو في بدايه ظهور الفاتوره الالكترونيه كيفيه التسجيل من خلال الايه الايميل والانفيتيشنز اللي بتيجي والكلام ده كله، برضو هنحاول نحط لكم اللينكات دي تحت في الديسكريبشن. فيبقى يا جماعه تلخيصا للكلام اللي قلناه ده تاني، حضرتك النهارده عايز تلتزم خلاص بالتسجيل في الفاتوره الالكترونيه، حضرتك عندك حلين، هتروح الماموريه تقدم طلب واخد بال حضرتك وتسجل في الفاتوره الالكترونيه من خلال ال المأمورية، مفيش مشكلة مش هتحتاج تطلع ختم طالما ان حضرتك هتقدم بعدها على طول طلب ارجاء. طب لا، انا بتعامل واخد بال حضرتك مع جهات او اشخاص او افراد لهم رقم تسجيل، فبالتالي انا لازم اطلع فاتورة الكترونية، ساعتها حضرتك هتحتاج الختم مفهوش كلام. تمام؟ يبقى تاني الفرق واخد بال حضرتك او الميزه الوحيده في تطليع الختم من الاول ان حضرتك بتسجل ذاتي من على الكمبيوتر مع نفسك، وبرده احنا قلنا عملنا فيديو ولما هنيجي نسجل ناس ذاتي تاني هنعمل لحضراتكم فيديو ابديتد، لان في بعض بس الشاشات يمكن اختلفت حاجه بسيطه لما جينا عملنا تجربه فيها دلوقتي. تمام؟ لكن حضرتك لو هتقدم طلب ارجاء اعمل كده، لو انت حضرتك ايصال الكتروني فاتوره الكترونيه انصحك واخد بالك ان انت هتحتاج ختم او توقيع، ومش متأكد من موضوع التوقيع ده في الفاتورة الإلكترونية، ولكن اللي أنا متأكد منه 100% هو الختم. تمام؟ حضرتك بقى هتطلعه من أي شركة أنت حر، دي حاجة ترجع لك. كويس؟ خلاص؟ ولكن إحنا طبعًا بعض الناس اللي قالت لي أنت عمال تقول ختم، يا جماعة تاني أنا بقول أنا لا ليا مصلحة إن حضرتك تطلع ختم ولا إن حضرتك تطلع توقيع، أنا بس بحاول أساعدك. أوكي؟ خلاص؟ فهنا ده خلاصة الموضوع يا جماعة حسب ما وردنا من يعني المأموريات اللي رحناها ومن الأسئلة اللي احنا سألناها للمصلحة. وبالتالي واخد بال حضرتك اعتقد الوقت النهاردة 19:11، حضرتك يا دوب يعني لو انت عايز تاخد الإجراء ده يجب ان انت تاخده، زي ما انا قلت روح حضرتك سلم الثروة العقارية، روح المحامين او المحاسبين، ولكن انا اعتقد طبعا المحامين عاملين دلوقتي يعني زي قضية ان هم المفروض ما يخضعوش للفاتورة الالكترونية دي، ما ده موضوع يعني على هامش القصة اللي بنتكلم فيها النهاردة. المحاسبين حضرتك هتروح على طول واخد بالك وتسجل، لان طبعا انت بتتعامل كل شغلك
تمام مع ناس ليها ارقام تسجيل، فبالتالي انت لازم تطلع فاتوره الكترونيه وختم. اوكي خلي بال حضرتك ان انت حتى لو طلعت الختم ده انت بتحتاج تروح الماموريه تعمل طلب تفعيل للفاتوره الالكترونيه، فطلب التفعيل ده واخد بال حضرتك بتقدمه في الماموريه بعد واخد بالك ما تكون انت يعني عملت القصه الخاصه بتفعيل الذاتي او التسجيل الذاتي على المنظومه. وزي ما انا قلت كده لحضرتك كل الورق ده هنسيبه لك موجود تحت في البورتال في الديسكريبشن بتاع الفيديو. طيب ده يعني كان اخر ما وصلنا من معلومات حمينا ان احنا نشارك معاكم. كويس، متشكر لحضراتكم جدا، اشوفكم على خير، اي اسئله ليكم سيبوها لنا ان شاء الله نرد عليها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.